شو خلي أنقل لك هذه المحاورة، هذه جميلة جدا، المحاورة مروية في عدة مصادر في السيرة، في كتب السيرة أقصد. امرأتين دخلتا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يسألان الإمام، أو تسألان عفوا الإمام العطاء تلك المرأتين. فأعطى الإمام أمير المؤمنين لكل واحدة 25 درهم، وحدة من المرأتين يهودية والأخرى عربية. انتبه لي والله شوي، هذه جدا رائعة يعني، هذه لقطة من السيرة، لقطة من سيرة أمير المؤمنين، وانظر. فالعربية قالت: يا أمير المؤمنين، هل لي أن أسأل؟ قال: سلي أمت الله. قالت: أنا عربية وقد أعطيتني 25 درهم وساويتني، وهذه يهودية من أهل الكتاب. قال: أمت الله، إني قد قرأت القرآن وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم أرى آية في كتاب الله ولم أسمع حديثا من رسول الله يقول أن لبني إسماعيل فضلا على بني إسحاق. الله. وإذا كنت عربية، هل معنى أن تكونين عربية أن أنا أجي أقدمك في أمور الدولة لأنك من عرق والآخر من عرق؟ مو صحيح. أولاد إسحاق وهم بنو إسرائيل، وأنت من أولاد إسماعيل وهم العرب، ولا فرق ولا فضل لبني إسماعيل على بني إسحاق. أسأل الشباب هنا سؤال: لما رفض الإمام هذه العنصرية؟ السبب لأنها غلو، غلو عرقي،